في السويعات القليله الجايه ستبدا الجزائر بالبكاء حول قصف مغربي مزعوم لشاحنه جزائريه اخرى قرب بئر الحلو، وهو ما تم سنقوله على منصات تابعه للانفصاليين وايضا للجزائر. السؤال الجوهري هنا، بما ان مرتزقه البوليساريو اعلنت انها منطقه حرب سابقا، وبما انكم واعلامكم وذبابكم تروجون ليلا نهارا بروبوغاندا ان مفادها الحرب قائمه، اذا السؤال الجوهري هو لماذا تدخلها شاحنتكم وانتم اكثر من يروج الى انها منطقه حرب وخطيره؟ الصراحه رغم انني متاكد بنسبه 90% انها بروبوغاندا جديده، الا انني مؤيد لقصف اي جسم يتحرك هناك بما انها اراضينا ولا يحق للجزائر حشر انفها هناك، واي شاحنه تمر من هناك حتى لو كانت مدنيه فيجب ان تطلب الاذن من الدوله المغربيه. نشكركم على حسن المتابعه.